السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الأول الابتدائي. النهاردة هنشرح الفصل الثالث في مادة الرياضيات الترم الثاني. أول درس معانا اسمه تكوين الأعداد. يعني إيه تكوين أعداد يا ولاد؟ يعني مديني رقمين وعايزني أكون منهم يا إما رقم كبير يا إما رقم إيه صغير. عندنا أول مثال معانا مطلوب مني، بيقول لي إيه؟ كون أكبر. كون إيه يا ولاد؟ أكبر عدد من رقم مين؟ الستة والخمسة. انا اول حاجه ببص عليها يا ولاد، هو احنا عندنا مين الخانه الاكبر، الاحاد ولا العشرات؟ العشرات طبعا هي الخانه الايه الكبيره، فاكبر رقم ايه هحطه في خانه ايه العشرات، زي ما احنا متعودين البيت الاول احاد والتاني عشرات. مين الكبير، الخمسه ولا السته؟ السته هي الاكبر، تدخل في خانه الايه العشرات او بيت العشرات، والخمسه في بيت الايه الاحاد. اصبح الرقم عندي كام؟ 65. يبقى اكبر عدد ممكن اكونه من رقم 6 ورقم 5 كام؟ 65. برضو طالب مني برضو اكبر عدد مكون من 9 و3. زي ما اتفقنا هنختار اكبر رقم هنحطه في بيت الايه بيت العشرات. تمام كده يا ولاد؟ اكبر رقم عندي 3 ولا 9؟ مين الكبير؟ 9. برافو. يبقى هنكتب 9 في خانه الايه العشرات، وال3 تنزل فين؟ في الاحاد. اصبح الرقم ده عندي كام؟ 93. هنا بقى بيقول لي كون اصغر عدد مكون من ايه؟ من الستة والاثنين. طيب احنا دلوقتي لما كنا بنقول اكبر رقم كنا بنبص على خانة العشرات نحط فيها اكبر رقم. طب لو احنا عايزين اصغر رقم برضه هنبص على خانة العشرات، لان هي اكبر خانة عندنا هنحط فيها ايه؟ بس هنا مش اكبر رقم، هنحط اصغر رقم. هنا اصغر رقم عندي مين؟ الستة ولا الاتنين؟ مين الصغيرة؟ الاتنين. يبقى هنحط الاتنين في خانة العشرات ونحط الستة في الاحاد. اصبح الرقم ده كام؟ 6 وايه 26. وهنا برضو طالب مني اصغر رقم اكونه من رقم كام؟ 3 و8. يلا زي ما اتفقنا وقلنا اصغر رقم هحطه فين؟ في خانه العشرات، عشان هي اكبر خانه عندي من الاحاد. طيب وهنحط 8 فين؟ في الاحاد. اصبح الرقم عندي كام؟ 38 يا سنه اولى. نيجي للدرس اللي بعده، مقارنه الاعداد. زي ما احنا خدنا الترم الاول اكبر من، دي علامه اكبر من، واصغر من، وساوي. بق سمكه يا ولاد زي ما اتفقنا ان هو بيحب الايه ياكل كتير، يعني بيبص على الرقم الايه الكتير. اول حاجه مديني بيقول هنا كام؟ 9 اكبر او اصغر او يساوي 15. هنا مين الكبير، التسعة ولا ال15؟ ال15. يبقى العلامه هتبص على ال15، يبقى التسعة اصغر من ال15. هنا بيقول لي 2 زائد 3 وهنا 10 ناقص 1. طب دي احلها ازاي؟ ينفع احط العلامه الاول؟ لا ما ينفعش، لازم احل المساله الاول. اذا كانت جمع عندي هجمع او طرح الاول ايه هطرح. 2 زائد 3، يلا يا ولاد زي ما احنا متعودين نحل الجمع بنعمل ايه؟ الكبير في مخنا والصغير على ايدينا. التلاتة في مخنا والاتنين على ايدينا. بعد التلاتة 4 5، يبقى اصبحت عندي دي المسألة دي الناتج بتاعها كام؟ 5. هنا 10 ناقص 1 بنعمل ايه؟ اول ما نشوف علامة الطرح بنعمل ايه؟ بنقفل ايدينا ونعد من الصغير الواحد لحد ايه؟ العشر. بعد الواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى كام على ايدينا؟ 9 يا سنة أولى. طيب كده بقى عندنا هنا 5 وهنا 9، مين بقى الكبير، الخمسة ولا التسعة؟ التسعة. يبقى العلامة هتبص على رقم ايه؟ 9. يبقى الخمسة أصغر من التسعة. نيجي المسألة اللي بعدها بيقول لي هنا كام؟ 45 وهنا 45. طب الخمسة واربعين أكبر ولا الخمسة واربعين ولا قد بعض؟ يساوي يا سنة أولى، برافو عليكم، عشان قد بعض. طيب هنا بيقول لي 10، ماشي كلمة 10 يعني ده رقم كام؟ 10. وهنا بيقول لي 15، 15 يعني 15. طيب العشرة أكتر ولا ال15؟ ال15 هي الإيه؟ الأكبر. نيجي للدرس اللي بعده، الترتيب التصاعدي. الترتيب إيه يا أولاد؟ الترتيب التصاعدي. يعني ايه ترتيب تصاعدي يا سنه اولى؟ زي ما احنا متعودين ترتيب التصاعدي كنا واخدينه في الترم الاول، يعني هنرتب الاعداد من الصغير للكبير، من الصغير للايه للكبير. يلا
انا قلت اول ما نيجي نبص لترتيب الاعداد بنعمل ايه؟ بنشوف الرقم اللي مدهوني الاولاني ده رقم واحد ولا رقمين، يعني مكون من احد ولا عشرات. رقم واحد الاحاد، وهنا عشرات خلاص، وهنا احد بس، هنا احاد وايه وعشرات. اصغر رقم هنا كام يا سنه اولى هنبدا بيه؟ الستة ولا الاتناشر ولا التلاتة ولا الخمسة وعشرين؟ التلاتة يا مس، تمام. اللي نختاره بنعمل ايه؟ خلاص بنظلل عليه عشان ما نرجعلوش تاني. طيب مين بعد التلاتة؟ الستة. يبقى خلاص كده هنبص بقى للرقمين اللي باقيين معايا المكونين من رقمين، ده هنا اتناشر وهنا خمسة وعشرين. طب انا لو مش عارف مين الاكبر هعمل ايه؟ هعمل دايرة على خانة العشرات عشان العشرات دي اكبر ايه؟ اكبر حاجة. يا ترى الواحد اصغر ولا الاتنين؟ الواحد، بس انا هنزل الواحد بس يا سنة اولى، لا هنزل الايه؟ الاحد اللي جنبه، هيبقى العدد كله ينزل ال 12. خلاص انا اخترتها هشطب عليها. اجي هنا اخر رقم اتبقى معايا مين؟ الخمسة وعشرين. يلا نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي 73 و 54 و 23 و 15. طب انا لو مش عارف مين الكبير ومين الصغير فيهم، زي ما قلنا هنحط خط او دايره تحت الايه؟ العشرات، زي ما احنا اتفقنا الاول احاد والتاني عشرات على تاني رقم. هشوف مين اصغر واحد فيهم، يا ترى السبعه ولا الخمسه ولا الاثنين ولا الواحد؟ الواحد يا مس، يبقى هكتب الواحد لوحده سنه اولى؟ لا، هننزل الاحاد بتاعه اللي هو الخمسه. يبقى ال 15 كده خلاص احنا ايه؟ شطبنا عليها واخترناها. طيب مين تاني؟ السبعة ولا الخمسة ولا الاثنين؟ الاثنين، هنزل التلاتة وعشرين كلها. طيب مين بعد كده هيجي بعدها؟ السبعة ولا الخمسة؟ الخمسة، يبقى اربعة وايه وخمسين. اخر حاجة اتبقت معايا كام؟ التلاتة وسبعين. يبقى الترتيب عندي الخمستاشر، التلاتة وعشرين، اربعة وخمسين، تلاتة وسبعين. ده كده رتبنا من الصغير للكبير. الدرس اللي معانا بعد كده الترتيب التنازلي. تنازلي يعني ايه؟ من الكبير للصغير. هرتب الاعداد من ايه؟ من الكبير للصغير. يلا نبص على الارقام بتاعتنا. هنا مدينا ال 11 وهنا 15 وهنا 6 وهنا 24. مين اكبر رقم؟ الواحد ده ولا الواحد اللي هنا ولا الواحد اللي هنا في العشرات؟ مين الكبير؟ لا، الاثنين اكبر، يبقى هننزل الاربعه وعشرين ونشطب عليها. طب هنا واحد في خانة العشرات وهنا واحد يا مس، طب الاتنين قد بعض اعمل ايه؟ لو الاتنين العشرات قد بعض يبقى هبص على الاحاد. لحد هنا كام عندك؟ واحد، وهنا خمسة. طب الواحد اكتر ولا الخمسة؟ الخمسة، يبقى هاخد الايه؟ الخمستاشر. مش سنة اولى. بعد كده عندي مين؟ الستة ولا الحداشر؟ اكيد الحداشر عشان دول رقمين، هاخدهم الحداشر. اخر حاجة اتبقت معايا مين؟ الستة. تنزل نيجي للمسألة اللي بعدها. أربعين، سبعة وعشرين، خمستاشر، ستين. برضو هنبص على الايه؟ العشرات. العشرات هنا أربعة، هنا اتنين، هنا واحد، هنا ستة. يا ترى مين الأكبر؟ الستة، هننزل الايه؟ الستين، ونعمل ايه؟ نشطب عليها عشان ما نرجع لهاش تاني. بعد كده عندي الاربعة والاتنين والواحد، الاربعة هي اكبر واحدة فهننزل الايه؟ الاربعين. طيب اتبقى معايا ايه؟ الاتنين وهنا الايه؟ الواحد في العشرات. لا، الاتنين اكتر من الواحد فهنزل السبعة وعشرين كلها. اخر حاجة هتتبقى معايا مين؟ الخمستاشر. يبقى الخمستاشر هي اصغر ايه؟ حاجة. يبقى اكبر حاجة الستين، بعد كده الاربعين، سبعة وعشرين، وبعد كده الخمستاشر هي سنة اولى. الدرس اللي معانا بعد كده اسمه ايه؟ مضاعفات العدد عشرة. يعني ايه مضاعفات العدد عشرة يا ولاد؟ يعني ضعف العشرة كام؟ عشرين. وضعف الايه؟ العشرة ايه كمان تاني من مضاعفاتها؟ التلاتين، الاربعين، والخمسين، والستين، والسبعين، وبعد كده التمانين، التسعين، المية، واقدر ازود كمان عليهم. بس احنا طبعا ايه؟ حافظين الاغنية اللي كنا بنغنيها واحنا صغيرين وبنلعب، بنقول ايه؟ عشرة عشرين، تلاتين اربعين، خمسين ستين، سبعين تمانين، تسعين مية. فدي مضاعفات العدد ايه؟ عشرة. عندنا مثال وسؤال بيقول ايه؟ اكمل. اول حاجة جايب لي ايه من مضاعفات الرقم عشرة؟ اربعين. بعدها ايه؟ الخمسين. طب بعد الخمسين ايه؟ الستين. بعد الستين
السبعين بعد السبعين الايه؟ التمانين. يبقى دي مضاعفات الايه؟ العدد 10 يا ولاد. ولو جينا قلنا بعد التمانين هنقول مضاعفاتها ايه؟ هنقول 90، وبعد التسعين اخر حاجة معايا الايه؟ المية. ممكن ازود تاني اقول ايه؟ 110 وهكذا. مديني مثال تاني وبيقول لي اكمل، بيقول لي الخمسين، الخمسين دي بتساوي كام عشرات؟ يعني الخمسين دي بتخرج من البيت بتاعها بتبقى بكام؟ بنشيل زي ما قلنا الايه؟ الصفر، وبنحط الايه؟ الخمسة، يبقى 5 عشرات. الخمسين بتساوي كام عشرة؟ 5 عشرات، لان احنا اتفقنا في الاحاد والعشرات وقلنا ان الواحد في العشرات بايه؟ بعشرة، والاثنين بعشرين، والثلاثة بثلاثين، والاربعة بايه؟ باربعين، والخمسة بخمسين. يعني الخمسين دي فيها كام عشرة؟ 5 عشرات. طب والسبعين؟ العدد 70 فيه كام عشرة؟ 7 عشرات. فهشيل الصفر وهحط الايه؟ السبعة. طيب العشرة دي فيها كام عشرات؟ 10 واحدة. هنحذف الصفر ونحط الايه؟ الواحد. نيجي للسؤال، للدرس اللي بعد كده، بيقول لي ايه؟ طرح وجمع الايه؟ العشرات. مديني مثال وبقول لي اوجد الايه؟ الناتج. يلا نحل سنه اولى. بيقول لي 30 زائد علامة الايه؟ الجمع، زائد 10، يبقوا كام؟ يعني ال 30 دي هزود عليها 10 يا سنه اولى، هتبقى كام؟ زي ما احنا اتعودنا، الاحاد مع الاحاد، صفر وصفر هو الصفر. طيب بعد كده العشرات مع العشرات، التلاتة في مخنا والواحد على ايدينا، بعد التلاتة 4، اداني كام؟ 40. اللي بعد 40 زائد 30، زي ما اتفقنا هناخد الاحاد مع الاحاد، صفر زائد صفر هو الصفر. بعد كده العشرات مع العشرات، الاربعة في مخنا والتلاتة على ايدينا، بعد الاربعة 5 6 7، بقيت كام؟ 70. هنا بيقول لي 50 ناقص 30، برضو زي ما احنا متفقين الاحاد مع الاحاد، الصفر ناقص صفر هو الصفر. طيب والخمسة ناقص تلاتة يتبقى كام؟ هنعد من الصغير للكبير، بعد التلاتة 4 5، كام على ايدينا؟ 2، بقيت كام؟ 20. هنا 70 ناقص 60، برضو الأحاد مع الأحاد هينزل، الصفر ناقص صفر هو الصفر، والسبعة ناقص ستة، هعد من الستة لحد ما أوصل للسبعة، بعد الستة 7، كام على ايدينا؟ 1، بقيت كام؟ 10. 90 زائد 10، الصفر مع الصفر، صفر زائد صفر هو الصفر، وبعد كده الايه؟ العشرات مع العشرات، 9 زائد 1 كام؟ 9 في مخنا والواحد على ايدينا، بعد 9 10، اكتب ايه؟ 10. يبقى 90 زائد 10 بيساوي كام؟ 100. بعد كده بيقول لي 20 ناقص 10، برضو الاحاد مع الاحاد، الصفر ناقص صفر هو الصفر، والعشرات ناقص الايه؟ العشرات، 2 ناقص 1، هنعد من الواحد لحد ما نوصل للاتنين، بعد الواحد 2، كام على ايدينا؟ 1. يبقى العشرين اشيل منها 10، هتتبقى ايه؟ 10 يا سنة اولى. وبكده نكون انهينا الايه؟ الفصل الثالث يا سنة اولى من الترم الثاني في مادة الرياضيات. كانت معكم ميس حنان من مجمع معاهد الصفا الأزهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.